السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ بخير الأصدقاء، كي دايرين العشران؟ إيوا، أش غنقول لكم؟ كيقول لكم اللي ما كيتبعش راي الوالدين ما عمرو يدير شي حاجة بالرجولة. اللي ما كيتبعش راي الوالدين كيبقى تراس على ولاد العيالات بالرجولة. واللي كيتبع الخوا الخاوي ما عمرو يدير شي حاجة بالرجولة. اللي كيتبع الكارو وكيتبع الحشيش وكيتبع الشراب وكيتبع الفساد ما عمرو يصل بالرجولة. والوقت غادي وكتضيع. انت عندك 18 عام، انت عندك 20 عام، انت 30 عام، انت 40 عام، انت وصلت 50 عام. توصل 50 عام ولا 52 عام لا ولاد لا ساكن ولا بنادم كيدير شي حاجه اللي يرجع عليها ولا والو. بنادم اش غنقول لكم كيرجع متشرد. 50 عام اللي كتمشي لك في حياتك كامله وما كدير فيها لا مستقبل لا ولاد لا حياه لا والو، صافي حياتك تدمرات، كتسمى حياتك مشات باطيله. حيت هاد البني اللي خدام فيه دابا انا اش غنقول لكم، هاد الخدمه اللي خدام فيها انا دابا خدمت فيها في السبعينات، خدمت فيها في السبعينات، ومني خدمت فيها في السبعينات خدمت فيها ريور، خدمت فيها هادشي ديال البني، وكون بقيت فيها كراني معلم دابا بناي، كراني معلم دابا، لون لك تي معلم بناي، المهم معلم معلم راه شي حاجة، ماشي بحال حوفر كتحوفر بدراعك، لأن هو تمارة كطلع في الراس وتمارة كيمول تمارة كيعيا، كيوصل 50 عام ولا 54 عام كيبدي يعيا، ما كيبقاش فيه الجهد ديال تمارة بالرجولة. السبعينات ما نكذبش عليكم يلا خدمت تقريبا شي شهر ولا مارت شي 20 يوم في هادشي ديال البني. خدام في هادشي ديال البني وسالينا مع 12 وغادي نجيب الغدا ديالي، وانا لقى واحد الدري ولد الحومه عندنا كيخدم في واحد الحمام فرناتشي، تعرفت عليه وليت كنمشي كنهبط عندو نريح معاه، كيقول لي انت قابل لي العافيه، انت دفاع العود، انت كدير تتلزقت فيا ديك الحرفة ديال العافية ديال كفرناتشي ديال الحمام. من تما أنا بقيت في ديك الحرفة كندير في العافية 36 عام وأنا في ديك الحرفة، 36 عام وأنا كنخدم فرناتشي كنسخن الماء باش كيعوموا الناس. وبيني وبينكم هذيك الخدمة خرجت عليا، ما تعلمت الصنعة ما تعلمت شي حاجة، ديك الحرفة ديال كفرناتشي ديال الحماحم خرجت عليا، خرجت عليا بالرجولة، خرجت لي على حياتي. كتصور 36 عام وانا كنخدم في الحماحم، ودابا انتم دابا راه رجعت عاوتاني لهاد الحرفة عاوتاني ديال البني كنخدم فيها. ودابا ملي رجعت للخدمة دابا خدام فيها هاد الايامات كنقول شوف شحال ديال تمارة ضربت شحال حوفرت وشي حاجة ما عملتها، ولكن كل هاد الظروف ديالنا حقيقة ما نكذبش عليكم حياتي مشات مفرقة. أنا ضرب 10 سنوات ديال الحبس وشهر اللي ضرب ديال الحبس، ود الحبس اللي ضاربه أنا ما نكذبش عليكم، هاد الحبس اللي ضربوا أنا الحقارة دوك الفراعين، تعرفوا في السبعينات وفي الثمانينات كانت الحقرة وتيعدوا بزاف، كان بنادم اي درب تلقى فيه شي واحد قاطع حافل مثل في الدرب وصعي عندهم كيجنويه وكيبدا يجري على عباد الله بديك الجنويه، كلشي كيخاف منه اللي شافو تم غادي يهارب. انا ما نكذبش عليكم اي درب خدم فيه يكون فيه شي شبيره شي صحيح يكون يجري على عباد الله، ونكون انا مريح ولا عزيز بغيتني يخلعني كيما كيخلع بنادم دبر عليها باش جاي باش داير، ما نكذبش عليكم. هادشي هو علاش ضارب الحبس، انا ضارب 10 سنوات على الحقاره انايا. مول دابا راه دخلت فوق راسي، دابا دخلت فوق راسي دابا من المزيان. عند قال لك لو بغيتي تعيش في هذا الوقت سير بحويطه بحويطه،
انا بالحقيقه دخلت فوق راسي ودرويش، انا مكبراني امي بالحلال ومكبرني بابا بالحلال، درويش داخل فوق راسي. لان انا وكل ما كنتش درويش وولد الحلال علاش غنخدم في هذا العذاب؟ علاش؟ هانتوما تشوفوا هاد الخيش كامل ديال الرمله هو كتشوفوا فيه هنايا، كلشي هادشي غادي نطلعوه مع الدروج. ها هما فين هما كتشوفوا؟ كلشي هادشي غنطلعوه مع الدروج تقريبا شي 15 نطلع هادشي ديال الخيش باقي كيتسنى فيا. لو كنت ما كنتش ولد الحلال انا وراجل كنخدم بدراعي علاش غنطلع هاد الخيش؟ علاش؟ كرهت انا كنسرق الدي ديال الناس ولا كندير الكاري فيه ولا كندير العجب بحال يا كما تشوفوا راه كنحوفر هنايا كنحفر انا بعد هذا تراب كنوجدوا للكاميو باش يهزوها. انت كتشوف الحاله كي دايره، ثم كتشوفوا الفاس على الفاله على الماتاريان. لانه علاش هادشي كامل اللي كنعمل فيه بالرجوله؟ ما نكذبش عليكم، خدمت خدمه صالح الوطن. حنا كنموتوا على الشعب ونموتوا على بلادنا المغربيه، ولا كان بالرجوله ما لقيتش الرجال معايا، ما لقيتش الرجال انا اللي يساعدوني. لكل لقيت الرجال اللي يساعدوني كرا دوك الاذاعات كاملين اللي دزت فيهم كرا فتحوا لي في المثل القناه ديالي من الاول، كراني دبرت على راسي دابا، كراني بسكان ديالي وكراني دابا مجوج تقريبا دابا من 2014 لا كراني والد وليدات ولا وليد ولا بنيه. وكان بالرجوله ما لقيتش الرجال اللي معايا، كان الرجال اللي لقيتهم الناس اللي جايين ومدوزين ولاد الحلال هذوك هما اللي كيعاونوني، واخا بكلمه زوينه ولا بسطر زوين هذوك هما اللي كنحبهم والله يحفظهم والله ينصرهم. واه عاش من خانه، قال لك عاش من خانه، قال لك عاش من خانه.